الله يسعد صباحكم ومساكم وحياكم الله جميع المتابعين من جميع انحاء العالم. حديقة حيوانات في مدينة جلزنكيرشن اسمها جلزنكيرشن تسو في ولاية نوردراين فيسفالن ألمانيا. قبل ما تشوفوا الفيديو بعد إذنكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. حياكم الله وبارك الله فيكم، متابعة ممتعة. هاي أسعار التكتات، فيكم تفوتوا وتحجزوا أونلاين كمان. التكت اسمها تسوم إرلبنس فيلت. طبعا يا جماعة الخير هذا هو المدخل، في مكان هون بتروح فيه على القسم الحيوانات الأفريقية، وفي مكان ثاني على قسم حيوانات قطبية أو ألاسكا، وفي مكان ثاني الآسيوي حيوانات الآسيوية. بالمناسبة أخونا أبو راكان عادل الصعدي جانا كمان من السعودية، هو ضيف الفيديو اليوم. مثل ما حكينا هذا هو القسم الأفريقي وهذا هو القسم ألاسكا أو القطبي، وهذا هون اللي بدنا نفوت عليه نبلش فيه هو قسم الآسيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلاحف العملاقة مثل ما انا شايفين، شوفوا السلاحف قديش بعيدة بس عملاقة ما شاء الله. شوفوا يا جماعة الخير عملاقة، عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فيها بدون مبالغة فيها فوق 150 كيلو. وهون في سلاحف مائية، سبحان الله العظيم. هذا النمر الآسيوي والله هو ضخم، لكن ما بعرف ليش هيك عامل ريجيم ونحفان. ابصر شو عاملين له ورايح جاي يا جماعه الخير، تحسوا كانه قاعد عم يلعب رياضه ومشوب. طبعا هيك الحديقه هي عباره عن ممرات وبتمشي فيها وبتلاقي الحيوانات عجناب الطريق. سمك عملاق هون ما شاء الله، هذا سمك الكوي هذا كبير، هذا ما شاء الله كبير. كبير كبير والله. ما شاء الله ما شاء الله. غوريلا ايه، شوف هذا الكبير اللي يجي واحد يتصور معاه وكذا. هذا هو، بس هذا الظهر حجم والله كبير، يعني حجمه يصير اكبر من كذا. فينا زي زي هذا، سبحان الله العظيم. شوفوا عاملينهم عاملينهم سياجين كهرباء هون، هذا السياج الاول وواحد ثاني بقلب المي مشان ما يطلعوا. عاملين هيك شويه شغلات انتيك هون، القفص اللي كانوا يبنوه قديما وبعض الاشياء، طبعا اشياء الصيد اتوقع هيك شيء. ما شاء الله ما شاء الله، هذا اكبر والله. مشكله انه شوفوا شو عامل بالازاز من كتر ما انه مخرمش، بس ضخم جدا جدا والله، ضخم جدا جدا ما شاء الله. وين النمر؟ وين النمر؟ هنا؟ سبحان الله كبير والله ما شاء الله. خايف انه والله. لا كبير زاد بابا، انا ما اخاف. يلا انت ما تخافي؟ الله يرضى عليك يا رب. اجمالا القسم الاسيوي فيه النمر البنغالي وفيه قرد الشمبانزي وفيه سمك الكوي وفيه السلاحف العملاقه، بس هدول هن يعني. في مستنقعات كثير وفي غابات هيك بشكل جدا رهيب. شوفوا هون حاطين البامبوس القصب زارعينه، اعتقد هذا مو اساسي هون لانه مو من البيئه الالمانيه. شوفوا هون عاملين هيك اكواخ، هي الحياه هيك كانت حياتهم من زمان بهذا القسم. شوفوا هذول جدا ضخمين، جدا جدا ضخمين. طلعنا فايتين على القسم الافريقي بدل ما نفوت على القسم الألاسكا. هو نايم حضرته وتارك النسوان قاعدة عم تحسوا. طلعوا شو هالأسد التنبل هذا، والله أسد تنبل. هلأ شفناك منيح، شوفوا لي هاللقطة والله خرج انطق له صورة هيك على هالقعدة. حاجة تلحس شفافك. طلع ليك شوف اللبس هذا، مبسوط اسد مكتمل، مبسوط هيك واخذ راحته على الاخر. اكل ومرعى وقلة صنعاء، ما عندهش لا صيد ولا عنده شيء. والله منظرها عن قرب رهيب رهيب رهيب، منظرها عن قرب كثير رهيب. سبحان الله كالعادة ممرات
بيمشي فيها الواحد، يعني لازم تكونوا مجهزين حالكم للمشي. شوفوا شو في هون. وهاي الضبع الهاينة نايم مستلقي. هذا المكان الجميل الواسع فيه حيوانات كتير كتير. شوفوا مثلا هون شوفي في الغزلان، هذا قطيع غزلان هون ما شاء الله ما شاء الله، ضخمة ضخمة يا جماعة الخير، حسوها جدا ضخمة. هاي حيوان النيس او عنا يعني في ناس بيقولوا او الشوك. وهاي النمس الافريقي سبحان الله العظيم. يعني اللي بيحبوا يمشوا كتير ويلعبوا رياضة وبنفس الوقت بيحبوا الحيوانات، هذا أنسب مكان لإلهم. تمشي وحوالينا كلياته حيوانات. بعيد كتير يعني هو، لكن منيح إنه جبناها هالمرة. طارق بمنجل من ورا في الزرافات، لكن بعاد جدا يعني. شوف المكان جدا واسع. هناك في غزلان. وفي بجع كأنه هنيك بالأخير. هاي الزرافة جبناها. طبعا هي صغيرة ما شاء الله، صغيرة وطولها شيء 4-5 متر ما شاء الله. في قطيع كامل ما شاء الله زرافات، يعني في عدد زرافات كويس كتير. شوفوا هون معلقين له الأكل هون فوق حتى يأكلوا مشان ما يوطوا راسهم. وهاي البجعات ما شاء الله شو كبيرة. هذا القارب يا جماعة الخير تطلعوا بتاخذوا فيه جولة بقلب الحديقة كلياتها حوالين الحيوانات، يعني بتصيروا على مسافة جدا قريبة من الحيوانات. الرباح هذا تيمون وبومبا، هذا هو ليكو. ها سبحان الله العظيم. وهو شو؟ حراسه شغال. قاعد عم يطلع لفوق ولتحت. حراسه هم كذا في يعني في الطبيعه. سبحان الله. هذا ذكر كمان واحد ثاني عم يراقب. خلونا نضحك عليه. ايوه. ها؟ صار يتلفت. ما يدري وين. عدله. وبعد اذنكم وصلونا لل 100,000 يا شباب، والله ما أنا صعبة يعني، انتم قد وقدود. حياكم الله، شاركوا المقطع بين اصحابكم واطلبوا منهم انه يشتركوا بالقناة حتى بس نوصل لل 100,000، وبعدها ان شاء الله باذن الله محضركم محتوى كتير 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 خارق. عاملين لنا بيوت هنيك، ما بعرف معقول البيوت هدول البطاريق. تعالوا نلقي نظره من تحت من قلب المي. ما لنا عم يسبحوا بس، لكن المنظر من هون بيكون جدا جدا ممتاز لو انه عم يسبحوا. هون في هدول الحيوانات ليكون، ها اللقلق وفرس فرس النهر كويسات يعني، لكن وين هذا؟ اتوقع يكون بقلب المي. الله العظيم شلون منقط ومخطط مع بعض، خطوط ونقاط. سبحانك يا رب. وهي جماعة القرود ما بعرف شو عم يسوون، عم يلحقوا حدا. منطقة داخلية. سبحان الله. Ha ha ha.
شوف 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 سبحان الله العظيم لو انا هيك غريب عجيب الفار ها شو في هون في انواع بط كمان هذا فرس النهر العملاق جماعه حجمه هائل حجمه هائل 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 السيرفال كاتف نفس اللي صورناه بالامارات عند اخونا خالد كي اتش اي بريدنج فارم بالمناسبه فيديو كثير كثير كان مميز اللي ما حضروا يروح يحضروا لانه فيه كثير حيوانات خطره مميزه هون فيها الحلوين الليمور في هذا هون كمان نوع من انواع الليمور ما شاء الله هاي الشمبانزي عم يحكي مع العالم بس ما بعرف شو عم يحكي باي لغه في عالم صارت تخاف منهم هذول من وقت ما سووا عليهم افلام هاي بلشنا بقسم ألاسكا اللي هو القطبي طبعا كل ما نفوت على قسم شوفوا ها هون في الدب القطبي الفقمة في الوشق في الدب الرمادي في الموظ في الذئاب يعني هون في كثير حيوانات هاي بيوت ألاسكا هيك كانت من قبل شايفين خشب اسميك وكذا شوف 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 الله اكبر ما احلى ما احلى هالطير اول مره اشوف انا سبحان الله على هالجمال سبحان الله على هالجمال جمال بجنن في هذا حيوان الموظ المشهوره في شمال اوروبا مبين راسه لسه بس هذا هو الموظ موظ مو موز موظ 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 من أضخم أنواع الغزلان في العالم ضخم جدا جدا سبحان الله حتى شكل راسه غريب وشرس جدا وعدائي جدا وممكن يسوي حوادث وكوارث شوفوا يا جماعة الخير هذا هو القندس للأسف ما لحقنا فإجوا جماعة الحديقة إجوا طلعونا قالونا أنه خلص الوقت وكذا هي للساعة 6:30 المساء بتفتح فيفضل اذا انت بدك تجي من الصبح بكير يعني حبايب قلبي هيك بكون وصلنا لنهايه المقطع بتمنى المقطع يكون نال اعجابكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كان معكم اخوكم ابو احمد وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته